إذا أنا سان أندرياس تبغى العائلة سوف نقوم بتحميل هذا البرنامج اسمه أنت أسان تكتبه وتدخل الموقع مباشرة من هنا بعد ذلك تضغط على دون هنا وتختار هل ويندوز عندك ويندوز 10 أو ويندوز 7 أو 8 إذا اختار أنا عندي ويندوز 10 اختار هنا مباشرة تقوم بتحميل البرنامج إذا تقوم بتحميله وتثبيته بطبيعة الحال سوف تجد الأيقونة في سطح المكتب تضغط عليها للدخول مباشرة. إذا كما شرحنا في الفيديوهات السابقة نذهب إلى سيتين مباشرة تذهب إلى هنا في الاسم تكتب اسم معين يعني ليس بالضرورة أن يكون اسمك أو ومن الأفضل أن يكون عبارة عن كلمتين وليس كلمة واحدة ثم هنا تضعها كما هي تتركها كما هي وتذهب إلى فيديو نعم هنا بطبيعة الحال هنا تتركها لو هنا الكاليتي تتركها لو إذا كان جهازك ضعيف من الأفضل أن يعني تتركها في لو فقط تضغط أوكي ثم نذهب إلى السيرفرات نضغط على سيرفر براوزر بالتالي نضغط على بلايرز لترتب عدد اللاعبين في كل سيرفر وهنا في عكس البرنامج الآخر سمب هنا تنزيع العلامة على الأشياء التي لا تريدها أن تظهر تنزيع عنها العلامة مثلا لا أريد أن تظهر السيرفرات الفارغة ولا الممتلئة ولا المغلقة لذلك نزيع العلامات على كل هذه الأماكن تبحث عن سيرفرات الحياة الواقعية تأتي إلى هنا تكتب رول يعني رول بلاي أو تكتب RPG ولا RP فقط تكتب RP تأتي إلى هنا تكتب RP كي تظهر سيرفرات الحياة الواقعية ومن هنا تنزل الأسفل عندما يعجبك السيرفر تضغط عليه وتضغط على هذا القلب تضغط على هذا القلب كي تقوم بوضعه في لائحة المفضلة تضغط فقط على هذا القلب الموجود بالأعلى وهنا قائمة المفضلات favorites جمعت فيها أفضل السيرفرات الحياة الواقعية العربية وبعض السيرفرات أخرى التي سنجربها طبعا إذا أنا سأعطيكم يعني أدرسة تلك العناوين يعني أو الأرقام سوف تضعونه في هذا المكان سوف تكتبونها في هذه الخانة بعد ذلك تضغطون على Connect لكي تدخلوا مباشرة إلى السيرفر الآن سنبدأ بتجربة ULG أولا هيا بينا في كل مرة ستدخل لابد أن تنتظر يعني قليلا 1 ميجا بايت ولكن إذا كنت تدخل أول مرة يجب أن تصبر كي يتم تحميل تقريبا 500 ميجا تنتظرها حتى تقوم بالتحميل إذا أول مرة تدخل طبيعة الحال سوف تضغط هنا ليس لديك حساب ثم سيطلب منك أن تكتب اسم وكلمة سر والبريد الإلكتروني في حالة نسيت كلمة السر فقط وتضغط على تسجيل بعد ذلك يعطيك هذه اللائحة تكتب اسمك وكلمة السر وتدخل مباشرة إذا أهم معلومة يجب أن تعرفها حول هذا السيرفر وهو أنه وأغلب أيضا السيرفرات العربية هو أنه يسمح لك بإنشاء حساب واحد في جهاز يعني في جهاز واحد مثلا جهاز حاسوب واحد يمكنك أن تنشئ فقط يعني حساب واحد وداخل هذا الحساب يمكنك إنشاء شخصيتين فقط لا يمكنك أن تقوم بتغييرها إلا إذا قمت بالتحدث مع الإدارة إذن سوف يعطيك مثلا أن تقوم بإنشاء شخصية أنا في السابق وأنشأت هذه الشخصية يمكنك أن تنشئ شخصية أخرى من هنا مثلا المهم سنلعب هذه الشخصية لا تنسوا تضغط لايك واشتراك لهذا الفيديو من فضلكم سوف نشرح لكم هذه الأشياء إذا قمت بتغيير الكلافي بألت شيفت أستطيع أن أذهب بالزر الأمام وأستطيع أن أتحدث بدبليو في كيف الحال؟ السلام عليكم إذا أول شيء عندما تدخل ماذا ستفعل؟ سوف نذهب إلى البنك نضغط على F11 إذا لديك مفتاح الخريطة هناك تهريب مركز الرقابة والتفتيش ولدينا البنك بعلامة S الخضراء في الرقم 57 إذا سوف نذهب إلى منطقة 57 إذا ضغطت F2 يعطيك كم عندك في البنك وكم عندك بتلاحظ الحديث مع من حولك تضغط على T وتتكلم ثم الراديو تضغط على Y الحديث مع أفراد العائلة تضغط على U طبعا الحال لا تحاول أن تقوم بسياقة الدراجات وغير ذلك أو السيارات لأنك تحتاج إلى رخصة القيادة سوف نرى أين سوف نحصل على رخصة القيادة
أنا أسمع صداعا فقط. هل تسمعني أنت؟ تسمعني؟ هل تسمعني أنت؟ تسمعني أنت؟ أجبني في الكتابة التعليق. أنا لا أسمعك. يو يو تسمعني؟ تسمعني؟ اللي مكلخ هذا. هل تسمعني؟ بعدين كتب عليك هل تسمعني؟ أنا كملت هذا مشى. إذا وصلنا إلى البنك أصدقائي، البنك موجود قرب الإطفاء، موجود في هذا المكان الجهة الأخرى. أربعة. لا 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 لا. ثلاثة. اطلع برا. اثنين. اطلع برا. حسنا حسنا. ما هذه المصيبة؟ أول مرة نذهب إلى البنك ونجد فيها لصوص. لقد جاء اللصوص مرة أخرى. اهرب. لا 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 لا. هاي. ما الذي سرقني؟ ننتهي إلى هنا البنك. إلى هنا. تضغط هنا على تضغط على إما وعلامة الاستفهام، ثم تقوم بسحب من البنك. سحب من البنك. اكتب المبلغ الذي تريد سحبه. هيا تم سحبه. سوف تظهر هنا بالشاشة بالأعلى. هنا المبلغ الموجود عندك بالبنك. هذه العلامة الموجودة بالأعلى. ماذا؟ إذا حصلنا على المال، الآن سوف نبحث عن مكان اجتياز رخصة القيادة. أحلام السيارة تبدو بعيدة نوعا ما. لقد وجدت دراجة. يا لحظي. سأضغط هنا كي نذهب إلى مركز الرخص مباشرة. جي بي إس يتكلم عربي. انعطف إلى اليسار. واو. انعطف إلى اليسار. كان سأخبئها هنا. أوكي. هيا انزل وندخل الآن إلى مركز الرخص الموجود هنا. هيا بنا. هيا. السلام عليكم. إذن اف واحد هو الهاتف. دعنا نرى ماذا يوجد لدينا في الهاتف. هذا هو اتصالين. نقطة. جهة الاتصال. تاكسي. الأيقونة التي تمسح بها هي التي تقوم بإدخال الهاتف بواسطتها. إذن هنا تقوم باجتياز رخصة القيادة. إذا لم يكن لديك المال لتقوم باجتياز رخصة القيادة، سوف نذهب للبحث عن العمل. هنا مركز توظيف بعلامة إي الموجود بالخريطة. إن لم تظهر عندك الخريطة بهذا الشكل، سيكون عليك شراء جي بي إس في المحلات. ستجد الجي بي إس عندما تشغله، سوف تظهر الخريطة بهذا الشكل. سوف نذهب إلى علامة إي. أيضا إذا كنت تريد أن تذهب إلى أي مكان، تأتي إلى هذه النقطة. هنا اضغط او للاستئجار. تقوم باستئجار. لدينا دراجة هوائية فيسبا. فيسبا. اضغط هنا انتر. بسم الله سيدي. يريد ان يسرقها مني يا مسكين. هذه وسيلة رائعة للتنقل. اوكي. هيا بنا. مركز التوظيف. بكم الله تأتي إلى هنا. لا يوجد موظفين، فقط هذه الأشياء. ضيف هنا الأخشاب في مستوى 15، المعادن في مستوى 60، عامل موانئ في مستوى 1. إذن مستوى 1 هنا ذاك الدواجن. المزرعة في مستوى 1. يعني عندما تدخل أول مرة سيكون عندك يعني مستوى 1 فقط. اختار الدواجن مثلا. اسمع الدواجن. هل تسمعني يا هذا؟ تعال تعال. تسمعني؟ تعال. ها؟ الدواجن. يا حب رفيق. تعال تعال رفيق. تعال رفيق. اوكي الدواجن. رفيق تعال. سألتصق فيهم لأعرف كيف. تعال. اوكي. رفيق تعال رفيق سوق منه. تعال. كيف سيعرفني؟ ساعدنا 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 ساعدنا. لا الله. مركز التوظيف مكتوبة هنا.
إذا قلنا تحتاج إلى المساعدة، لدينا اف 3 كما رأينا هنا فيها حركات اف 3، اف 4 لديك إنشاء فاكشن جديد وأشياء أخرى، ثم اف 5 لدينا هذه الأشياء، تحقق المستوى خبرة مثلا، سجل المشتريات من الموقع، أوكي الدعم الفني سوف نختار الدعم الفني، استفسار عام، شكوى على اللاعب، مشكلات إبلاغ عن الثغرات، إذا أنت استفسار عام سأختار استفسار عام، أنت تريد أن تسأل عن أي شيء، قيد المعالجة انتظر حتى يتم قبول، إذا كنت تتحدث مع الدعم الفني يجب أن تضغط على الأيقونة التي تحمل علامة نقطتين قرب حرف بي كي تتحدث معه، إذا ضغطت عليها سيعطيك مثال مثل هذا يعني تقدر كويك أي كويك روبلاي. كتبت هنا سيقول لك لا يوجد احد مع اعلى الخاص. وديك الامازيغ انت زرزيت شوف شوف. اذا بعد ذلك سوف نذهب لبحث عن عدة الدواجن الماتيريال ديال الدواجن، سوف نشتري من الاماكن التي تشتري منها. اذا فتحت الخريطة بF11 ستجد تلك العلامات الخضراء هي الاماكن المحلات التي تشتري منها، ولدينا واحد بقرب من مركز التوظيف، هنا يوجد واحد هنا من هنا مباشرة، نضغط أ وننزل أسفل عدة عمل الدواجن هي. لكن هنا إذا كانت هنا مكتوبة نفدت الكمية يعني ليست متوفرة، يعني لا تزعج نفسك بمحاولة شرائها لأنها غير موجودة. نبحث عن في محل آخر عن العدة. وجدت دراجة موجودة هنا، ترك أحد ما هنا، يا سلام. إذا في الخريطة الصغيرة لدينا لا 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 أنا جديد أنا جديد أنا لاعب جديد يا إلهي رابيين يا أخي أنا مسلم تفضل نخبرني حياتك كده. لا تقتلني لا عدت تعملها تاني. انا احتضر ما هذا اليوم ساعدوني من فضلكم. الأطباء شكرا لكم شكرا شكرا صيدلية الأمل. أخيرا وجدنا عدة الدواجن. هنا في الخريطة تضغط على M أو علامة استفهام، تظهر لك الموس، تضع المؤشر على هذه النقاط يعطيك ماذا تعني، مثلا الأزرق الاستئجار. إذا يجب أن نذهب إلى العلامة الحمراء من أجل البدء في المهمة. أضغط هنا إلى اليسار. وصلنا أخيرا. مسجل دخول بالخدمة. نعم سنستأتي له هنا أولا اختيار موظف. تم تسجيل الدخول. جيد. بعد ذلك سنتجه إلى هنا. سنضغط استئجار مركبة شركة الأهلية للدواجن. أوكي. على الآن في الدواجن وفي العمل الآن يا أصدقائي. إذا سأذهب إلى هنا يا أصدقائي منطقة رقم 476 هي موجودة هنا. هذه المنطقة ليست مدعومة حاليا. وريخ معانا فاهم يعني أرى تصور وريخ معانا جي بي إس سأذهب إلى هنا فقط. بسم الله. هيا بنا نبدأ العمل.
كلامي عادة تحديد الجسر. ايوه اغلب الجسر انا اقطع الجسر. دوران للخلف. مثلك التاني ايه انت مش هتدور جي بي اس عربي ممتاز. هذا بس بيتا بسم الله بكاس 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 دوران للخلف. هذا بي عافيس انت قرار مزعين نزل الآن يعمل ها نايس. أنت اجتاز الجسر فقط ويعمل الجي بي اس مستقيم. وصلنا يا أصدقائي. اشتك التليفون لازم هيا لا تخلنا نسقن نقرار ها لكن نتقن غينا لا تقفح تنظر الجيس كرامر ها زنو يا دينا غينا سربت رحته يا ركسة زيت تقل زيبا تقيسة حقا بجيسة زنتا خذ حالك مرة تركوا وديك ايه شفارنا ايه ايه انجريسة جازالة زي ايه ايه تقايس نيشن الضوء دات سبوكت ايه هو ايه هاتا هو سبوكت مصايكا سيد دواء هاتين ترقص سيد دواء مصادة دا ترقص ستياك شو هو مكان هذا بولين هذا الشخص تحضر الدجاج من هنا تحضر الدجاج من هنا هنا تقوم بذبح هنا تقوم بذبح الدجاج ثم هنا تقوم بالتغليف هنا تقوم بالتغليف تغليف الدجاج بعد ذلك سوف نذهب الى سيارتنا دجاج مغلف 5 سنضغط L وهنا نقوم بإيداع نضغط OK كم لدينا من دجاج مغلف لدينا 5 هناك بعض الأشخاص يسدون الطريق سوف أقوم باختراق الطريق هيا بنا اخترقت الطريق إذن عندما تقوم بوضع تلك الأشياء في السيارة تأتي إلى هذا المكان في الميناء تذهب إلى الميناء سوف تجد أيقونة مكتوب عليها بيع الدواجن في هذه المنطقة بالضبط التي أنا واقف فيها حاليا وهو أنك إذا فقط خرجت من السيرفر أو انقطع الإنترنت سيكون عليك أن تعود مرة أخرى من البداية يعني يجب أن تذهب مرة أخرى إلى النقطة الحمراء وتقوم بتسجيل الدخول كموظف وتقوم بكل هذه الخطوات مرة أخرى حتى تصل إلى هنا حتى تستطيع أن تبيع المهم عندما تأتي إلى هنا ستأتي فقط إلى تحت هذا المكان الذي يقف فيه هؤلاء هنا ثم تضغط هنا تضغط كي تبيع هذه الوظيفة لا أنصحكم بها اطلاقا ارز ما ودي اويا افتح الباب يا سمسم ارز ما لقد اغلقوا علينا في الميناء يا اصدقائي كيف سنخرج او من هنا اجرب هذا المكان يس 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 خرجت من الميناء وانا تحت العلم السفلي والعلم الفضائي والله تشهد لي عجب تشهد لي عجب يفتح هذا راتب سنكريب سأختار الان عامل مواني نجرب هذا العمل مستوى 1 مجرم يريد ان يقتلني انجليزي جوت اطرات طيب سنذهب الان للنقطة الحمراء مباشرة بدون عدة عامل مواني لا تحتاجها في
وظيفة عامل موانئ. سنذهب مباشرة إلى الميناء في النقطة الحمراء. اقتربنا. تعليمات الدخول الميناء. تفتيش. نحن في نقطة التفتيش يا أصدقائي. شباب في معه في حد ما عنده تصريح. أنا ليس عندي تصريح. بكم تبيع ال بكم اشتريت هايلوكس يا حبيبي؟ هايلوكس بمئتين وخمسين ألف. طيب كم تريد ليفل؟ عشرة. تحدثون مع بعضنا. تمام أنت ليفل عشرة ليش تبيع يعني ليش قاعد تخدم مخدرات واحد برا بيع برا ايش مخدرات تبيع؟ مخدرات؟ لا انا نظيف يا اخي وابغى اشتغل على نفسي ما بصوي الحرام يا اخي. تتعرف حرام؟ نعم نعم حرام. حرام لا لا تونس. لا حرام تونس والله. تخيل بالله تليفون يجي ولا لا دقيقة بس دقيقة. نعم اتصل بي اتصل. نزال باكورة نزال باكورة ده صاحبي يبطل يبطل من غاية ارزم غيدا ويا واسس كم تعطيني يا أخمد خليني أجرب بس السلام عليكم. اي اي لوك كود ما تكتبش انا ما تكتبش ما تكتبش ما تكتبش ما تكتبش اوكي إذا سأتي إلى هنا أي سأتي إلى هذه النقطة لغت أ بعد ذلك أختار موظف. صرت موظفا. لا أنسى ذهب إلى هذا المكان أضغط أ أضغط أوكي أرفع شوكي إذا احتاج إلى المال. أوكي الآن سوف نذهب إلى النقطة الزرقاء. هنا قمت باستخراج الرافعة التي سوف نعمل بها وتركت اللعبة رجعت وسرقها احد اللاعبين. الان تحدثت مع الادمن قال لك لا استطيع ان ارجعها عليك ان تبحث عنها ابحث عنها في الميناء كله حتى اجد المركبة وهناك الكثير من المركبات الاخرى. يا الهي بطبيعة الحال لن تواجهك أي مشكلة في هذا السيرفر لأنك فقط تدخل الديسكورد تنزل الأسفل هنا تنزل الأسفل لديك هنا انتظار الدعم الفني إذا كنت تريد أن تتكلم معهم بالصوت أو تنزل الأسفل لديك تقرأ القوانين بطبيعة الحال وأيضا لدينا شروحات عامة تجد فيها شروحات الوظائف بالتفصيل ثم ذلك الأوامر والاختصارات مهم جدا أوامر الاختصارات مثلا إذا جئنا إلى هنا لديك الهاتف تقوم باستخراج الهاتف بإف واحد الحقيبة بإف اثنان الحركة بإف ثلاثة لديك قفل وفتح السيارة بحرف ك إطفاء أو تشغيل المحرك بجي فتح الباب السيارة الخلفي بإل ربط الحزام بإن
ثم تثبيت مكان السياره هاند بريك بالجي، وتثبيت مكان القارب في الماء بالجي كذلك. ثم اختصار حركات يصفر بالت زائد اش، يضرب كف بالت زائد او، ترفع يديك بحرف اكس، نزل لاسفل هنا لديك دردشه المساعده، تضغط عليها وتكتب اليهم يعني مشكلتك وسوف يحلون لك المشكله بطبيعه الحال. الوظائف الاخرى الموجوده من غير الوظائف الموجوده في مركز التوظيف داخل السيرفر. اذا اصدقائي، اذا انا انصحكم بهذه، عندما تاتي بالرفع الشوكيه تاتي بها الى هذا اللون الازرق، لذلك سيطلب منك ان ترفع بعض الصناديق سيظهرون عندك بالخريطه، ثم تقوم برفع تلك الصناديق وان تاتي بها الى هنا، وهكذا تربح المال بسهوله. انا انصح بوظيفه العامل الموانئ لانها سهله جدا، ولكن اذا تم سرقه الرفع الشوكيه الخاصه بك فانك لن تستعيدها، ربما الشرطة تساعدك، الدعم لا يساعد، الشرطة مشغولة طوال الوقت، ستواجه مشكلة كبيرة، لذلك أنصحك بأن تعمل بحذر. إذن هذا كل ما في الأمر، وإلى اللقاء أصدقائي، نراكم في سيرفر آخر وتجربة أخرى. إلى اللقاء أصدقائي. رخصة. أيوة زدك 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 زدك